للحديث عن استمرار الميليشيات والأحزاب في عمليات السلاح على أراضي الدولة والمواطنين في مدينة الموصل، ينضم معنا من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي الأستاذ زياد السنجري. أهلا ومرحبا بك أستاذ زياد. أهلا وسهلا، حياكم الله وتحياتي لكم ولكل مشاهديكم الكرام في كل مكان. حياك الله. بداية أستاذ زياد، ماذا يجري في الموصل؟ المصادر كشفت عن عمليات تزوير لملكيات أراض تتجاوز 4000 قطعة أرض. نعم، الحقيقة ما يجري في مدينة الموصل وخاصة بعد انتهاء العمليات العسكرية في العاشر من تموز عام 2017 تحديدا، قامت شاد السطوة على كل مفاصل الدولة والدوائر الرسمية في مدينة الموصل، ومن ضمنها دائرة التسجيل العقاري وبلدية مدينة الموصل، وقامت بمساومة الناس على مقدراتها، وكما استولت على أراضي كثيرة في تابعة للدولة عبر ما ذكرتموه في كلامكم السابق، وإضافة إلى أن هناك أراضي أيضا أخرى تم إخفاؤها في النظام السابق، النظام الوطني العراقي السابق، ولكن قاموا بإعادتها وفقدان الضباط السابقة، الأهالي معوضين من قبل النظام السابق وتم دفع المبالغ المخصصة لهم، ولكن مع ذلك الميليشيات قامت بإعادة هذه الأراضي لهؤلاء الناس على أن تأخذها منهم مقابل مبالغ بسيطة، علما أن قيمة هذه الأراضي تصل إلى مليارات، وقسم منها حقيقة يعني باعه الثمن جدا، خاصة هذه الأراضي تقع في مناطق متميزة جدا على نهر دجلة، وقسم من الأراضي تقع في مناطق سكنية مميزة طاية وهي. طيب، يعني ما الهدف من وراء هذه عمليات التزوير التي تحصل في مدينة الموصل، خصوصا مع منع أهالي الموصل من العودة لمناطقهم؟ هناك عمليات الاستيلاء على الأراضي، هناك عدة فوائد. الفائدة الأولى أولا هو تمويل لتلك الميليشيات الولائية التابعة لإيران، التغيير الديمغرافي في محافظة نينوى ومدينة الموصل، هناك الكثير من تمويل لهذه الفصائل يتم عن طريق هذه الصفقات التي تجري الآن في مدينة الموصل، وبتواطؤ قائم مقام الموصل زهير الأعرج وكذلك مدير بلدية الموصل رضوان الشهواني، وهناك اتهامات أيضا للنائب المحافظ الثاني الذي بدوره نفى الأمر الحقيقة، ولكن مع ذلك هناك بعض الاتهامات تشير إليه بالتحديد كونه مستفيد من تلك العمليات، خاصة وأنه رئيس اللجنة التحقيقية في ملف تزوير الأراضي وسندات الأراضي في مدينة الموصل، إضافة أنه بنفس الوقت هو رئيس اللجنة العليا لتوزيع الأراضي في المدينة، وأعتقد هناك ملفات كشفت أيضا لربما نرصدها لكم إن شاء الله لاحقا حول استفادة كثير من أعضاء مجلس النواب العراقي والمحافظ الحالي وربما السابق من بعض الأراضي المتميزة أيضا وبالأسماء وبالمستندات، أعتقد إن شاء الله سنفيدكم بها، إضافة ما تم عرضه في موقعنا الشخصي حول السندات التي ذكرتها، هي سندات تم تزويرها بعلم تلك الجهات المختصة، النزاهة فتحت موضوع التحقيقات في هذه الأراضي، ولكن ما حدث هناك ضغط سياسي لطمطمة الأمور وعدم كشف المستور، خاصة بعد تورط شخصيات سياسية في هذا الملف المعقد. ماذا عن الحكومة؟ كيف تسمح بما يجري في دائرة التسجيل العقاري؟ يعني من يتحمل مسؤولية ضياع حقوق الدولة والمدنيين على حد سواء؟ الحكومة التي تعجز عن الوقوف أمام ميليشيات تقوم بقصفها كل يوم وتقطف المطار والسفارات الأجنبية لا تستطيع أن تقف أمام هذه الميليشيات أجل الأراضي. الحكومة عاجزة أمام هذه الميليشيات جملة وتفصيلا، ليس في ملف الأراضي وإنما ملفات كثيرة من ضمنها الفساد والعقود وسرقات النفط التي تجري في جنوب مدينة الموصل والمنافذ الحدودية والكثير من الملفات التائفة، لأنها تعتبر تراكمية، وأن الأحزاب مشاركة في تقاسم هذه الغنائم التي يعتبرونها مكتب شخصي لهم، ولذلك نجد بأن الأحزاب لا تستطيع تريد أن تحاسب عليها ولا تحاسب عليها، لأن الحكومة لا تستطيع محاسبتها كونها هي الأحزاب من أتت بتلك الحكومة، وهذه الأحزاب هي صاحبة اليد العليا في اتخاذ القرارات.
في مدينة الموصل وبعض المناطق العراقية الأخرى. نعم. من مدينة فيينا كان معنا عبر الهاتف الأستاذ زياد السنجري الإعلامي والصحفي العراقي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.